الجديدة تسقط من الشجرة ميتة. طبعا يأخذونها ويأكلونها، هذه طريقة صيدهم. طيب شو اللي يخليها تموت؟ الضربة هذه مقاتلة، تشكها كأنها دخلت فيها إبرة. ولكن مش يسوون؟ يبونها الضفادع السامة اللي بالبيئة، بطبيعة الحال يشيلون الغشاء المخاطي اللي موجود على أجسامها، وبالتالي هذا الغشاء المخاطي يكون في ماعون مثلا. شو يسوون؟ يأخذون هذه الإبر ويغمسونها بهذا السائل اللي هو عبارة عن السائل المخاطي المحيط في هذه الضفادع السامة. إذن خلاص أصبحت هذه الإبر سامة جدا. لو إنه انضرب فيها إنسان ودخلت في لحمة نلقاه يموت في دقائق. هكذا يحدث مع الفريسة. هناك شيء ثاني، هذه السمية بطبيعة الحال يستخدمونها لقتل أعدائهم، كذلك كل أتى من هذه الضفادع السامة. سم زعاف لا يكاد يقف أمامه سم الثعابين أو سم الكائنات الأخرى كالعقارب اللي تعتبر سامة، هذه الضفادع السامة. وهذا هو خلق الله وروعة الخلق تتجسد في هذه المخلوقات الرائعة اللي بحق تجعلنا منبهرين وتلفت نظرنا، ولا مجال هنا إلا للتفكر في خلق الله العظيم. أرجو أعزائي اليوم وضحت لكم شيء عن الضفادع السامة. خليكم معي في الحلقة القادمة، نتلاقى بمشيئة الله مع روعة خلق جديدة. حتى ألقاكم أتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.